فين الترنيمة بتاع العصفور؟ كان في زمان ترنيمة بتاعت العصفور، فاكرينها؟ زي العصفور ما وجدته، زي اللي الفرح على بيتك يا رب أنا حبيته، بيتك حبيته بأمان. قولوها تاني. زي العصفور ما وجدته، فرحانا بيتك يا ربنا حبيته، بيتك حبيته. ده العصفور بتاع مزمور 84 اللي هو ايه؟ العصفور ايضا لقاله عيش، واليمامة لقيت لها بيت جنب المذبح بتاعك. لا انا مش بتكلم على العصفور ده، بتكلم على العصفور ده لما يخرج بره في الشارع في الغابة، لما يترمي في النار بتاعت الضيقات، لما يتنسي، لما يرخص في عينين الناس. يغني زي ما انتوا بتغنوا كده ولا لا؟ ها؟ يغني زي اليمامة الفرحانة ولا لا؟ انا اعرف بقى هيغني ولا لا. هو العصفور ده بتاع النهاردة، هو بتاع النهاردة. تعالوا عصفورك غرد في الغابة وفي الليل صح العود وربابة. عصفورك غرد في الغابة وفي الليل صح العود وربابة. فايد قلبي نغم وكتابة. عصفورك غرد في الغابة في الليل صح العود ورقابة. لك يا ربي، لك يا ربي، لك يا ربي، لأنك بابا. عصفورك غرد في الغابة وفي الليل صح العود ورقابة. تغنيني أسبح لك واشكر في الفقر تعبد وتذكر. تغنيني أسبح لك واشكر في الفقر تعبد وتذكر. تغنيني أسبح لك واشكر في الفقر تعبد وتذكر. السبب الأكبر عندي، إن السبب الأكبر عندي، إن السبب الأكبر عندي، تعبتي هي إنك بابا. وعصفورك غرد في الغابة وفي الليل صح العود ورقابة. عصفورك غرد في الغابة
عدسات بالدمع بشوفك ليه أقرب وكأني دموعك عدسات ترميني أحضانك يهرب ترميني أحضانك يهرب حزني فأول مصروف بابا وعصفورك مرق في الغابة وفي الليل صح نعود وتعب لما بخاف علي برتاح لما ترتاح عرفت ان انت تعبان وتعب لما بخاف علي برتاح لما ترتاح فيا وتعب لما بخاف علي تحت فرحتك شيء خلاني راحتي فرحتك شيء خلاني أهجر نفس الحب بابا تعزي كأني ماسك في الوعد استجابات بوعودك بتعزي كأني ماسك في الوعد استجابات بوعودك مش بتحقيق الوعود ماسك في الوعد استجابات فرحي بوعدك Oh,
الناس من الخارج أما الداخل مكشوف عندك إنا شايف الناس من الخارج أما الداخل مكشوف عندك الخارج فينا ولا تبارك الخارج فينا ولا تبارك جوا في روحي بروحك بابا بترنم ليه؟ قول عشان هو بابا السماوي. ما تشكر ليه؟ عشان بابا صانع الخيرات. بتصدق في ايه؟ في صلاحه. شايف ايه؟ شايف ايده وجوده واحسانه. هتغرد في الغابه؟ ايوه، مش عشان بعرف ارنم، لكن عشان هو بيعرف يبعت الاغنيه بتاع الليل